رجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين معكم في الصباح رباح. وقد يشعر البعض بالانزعاج من رؤية بقع البهاق على بعض بشرة الأشخاص، وقد يشعر الشخص نفسه بالإحراج من علامات البهاق على يده أو رأسه أو وجهه، فيتفادى الخروج أو يتعمد إخفائها. ما هو مرض البهاق وما الذي يؤدي إلى ظهوره، وكيف يمكن علاجه والتعامل معه من دون الشعور بالإحراج أو الخجل؟ موضوع جديد نناقشه مع الاستشارية الجلدية الدكتورة أمل الشاجي. صباح الخير دكتورة. هلا، صباح النور دكتورة. بداية، البهاق هو البهق والبرص ولا يختلف؟ البهاق هو البهق باللغة العامية. البرص الناس دائما حاطين في بالهم أن البرص هو البهاق، هو يختلف تماما عن البهاق، لأن البهاق حقول لك أسباب ظهوره أو هو شنو اللي يسببه. طبعا ما له علاقة بوجود بكتيريا أو فيروس أو فطريات، فمن البداية هو مو معدي، مرض مش معدي، بس تحصل تفاعلات داخل تحت الجلد على مادة الميلانين اللي هي الخلايا الملونة اللي هي تعطينا الألوان اللي احنا نشوفها على أجسامنا، تختلف درجة من جنس من إنسان إلى آخر. في مرض البهاق تحصل تغيرات وتحصل يعني تفاعلات، وجود أجسام موجودة في الجسم أو إحنا نقول الجهاز المناعي للجسم يتخلخل، فيؤدي إلى ضعف مادة الميلانين، يقل إفراز الصبغة فيها. عشان كذي تشوفين البقع بيضة. طبعا انت تواجده حيكون في اي جزء في الجسم، ما له مكان معين. ممكن الوجه مثل ما قلت، اليد، الرجلين، القدمين، ممكن يكون بس بقع صغيرة، ممكن يكون منتشر في الجسم. طبعا يخفي وجود البهاق على البشرة من الخارج، يخفي وجود أمراض داخلية في الجسم. فإحنا طبعا نتابع المريض علشان نكتشف إذا في أمراض أخرى داخل جسمه هي اللي أدت إلى ظهور البهاق. يعني دكتورة، يعني هناك في مثلا يعني أسباب نفسية أو أسباب أخرى تؤدي إلى ظهور البهاق؟ طبعا الأسباب النفسية يمكن هي يكون الدرجة الأولى أو الأسباب الرئيسية، من الأسباب الرئيسية. الأسباب الأخرى ممكن يكون أمراض داخل الجسم مصاحبة للإنسان تطلع لك البهاق اللي على شكل البقع البيضة. أيوة دكتورة، يعني في ناس هناك يعني تحس انه بخجل او اشمئزاز لان يشوفون البهاق في جسم اي شخص. عشان كذي احنا المفروض ننوه، او فعلا يعني اشكركم على طرح الموضوع، ان البهاق مرض مو معدي، عرفتي؟ فاذا جيتي تسلمين على انسانه في يدها بهاق او بقع بيضة، يعني وانت مطمنه تسلمين عليها على اساس انه ما راح ينتقل لك المرض، لأن ما في أسباب مؤدية للمرض، قلنا لا فيروس ولا بكتيريا ولا فطريات. إذا كان أي مرض جلدي في واحد من هالثلاثة، حيكون سهل انتقاله من شخص إلى آخر عن طريق التلامس، عن طريق الرذاذ، عن طريق ارتداء نفس الملابس. بس في مرض البهاق أو البهق اللي احنا نسميه بالعامية، ما له أي أسباب مؤدية إلى انتقاله من شخص إلى آخر، فهو مو معدي. بس في ناس يقولون لك مثلا، أنا دكتورة طلع في وجهي، أنت تقولين لي مو معدي، تجيني بعد شهر شهرين طالع لها فريلها أو في إيدها. إحنا قلنا طبعا الأسباب النفسية هي اللي حتؤدي لظهور المرض، فإذا كانت موجودة لحين الحالة النفسية أو الظروف النفسية المحيطة بالمريض، طبعا حتطلع بقع ثانية على الجسم. زين دكتورة، حاليا إحنا قاعدين نستعرض بعض الصور لمرض البهاق، بس ياريت تقولي لي البهاق يعني بالصورة اللي أنتوا عرضتوها، طبعا هيكون أسوأ مراحله. يعني هو يبتدي مثلا ماخذ عقله اصبع او حوالين الاظافر او بقع صغيره في اليد، بس اذا وصل لهالمرحله الاولى اللي انتم حطيتوها، المرحله هذه اللي انتم حطيتوها، طبعا هذا أسوأ مراحله. ولو كان اكثر من 70% من جسم المريض قلب لون ابيض، في طبعا علاجات بس مو موجوده عندنا احنا هني وما نلجا لها، انه يروح ياخذ ابره علشان يقلب لونه كله ابيض. الابره هذه حتشتغل على ماده الميلانين اللي هي تطلع الصبغه، فحيضعفها يعني حيضعف شغلها،
حيضعف شغل الميلانين السليم اللي موجود في الجسم، هاي العلاج اللي انا اتكلم عنه، فحيقلب جسم الانسان كله. زين دكتوره، طبعا ما في عمر معين للبهاق؟ لا طبعا، في ناس يولدون بعد فتره، يمكن يجونا اطفال عمرهم 6 شهور وهي تبتدي مثل وحمه، احنا نشخصها مثل وحمه وبعدين يعني تنتشر في جسمه، يعني في الواقع تكون هي اصلا بهاق. يعني هو ما له علاقه في الشيخوخه، لان احنا اكثر شيء نشوف كبار السن اللي فيهم بهاق. لا حرام عليك يا نوره، كل شيء خلصتوه في الشيخوخه، ما حد يوصل عندنا شيخوخه هني في قطر الحمد لله. لا طبعا ما له خص بصراحه بالسن البهاق. احنا نوجه يعني دكتوره وجهه نظر، لان اكثر الناس يعني اسئلتها عن هالموضوع انه كبار السن اللي يصيد يعني تشوف الحالات البهاق عليها اكثر. لا يمكن تلاقينا طالع فيه من فتره، بس تعرفين يعني ريال كبير او ست كبيره او مثلا مشغوله بالبيت او هو مشغول بالشغل، فيكون عندهم بقع صغيره ويخفونها، خصوصا اذا كانت داخل الجسم ما يهتم بعلاجها، بس اول ما تطلع في يده ويكون اصلا انتشر في جسمه يلجا للمريض. طبعا احنا ننوه دائما ان اي بقعه بيضه تطلع في جسم الانسان سواء صغيره كبيره، الام تنتبه حق عيالها، لازم تجيبه علشان ما تخلي المرض يتفاقم فيه، ومثل ما قالت نيله يشمئزون من يدهم او نستحي نسلم عليهم او عرفتي، يعني وايد مهم. دكتوره نرجع حق يعني الاسباب، يعني اللي هو ذكرتي لنا ان المرض نفسه، هل يعني يصيد الانسان هالمرض من قلق او خوف او عصبيه؟ صح، في الاغلب هو الخوف، في يعني في شغلات كثيره، يعني هاي هو من الاسباب النفسيه. احنا قلنا اسباب نفسيه، بس فعلا احنا لما على فكره اللي يطلع عندهم البهاق او البهق دائما احنا نحب نحولهم للاخصائي النفسي او المشرف الاجتماعي، عشان يعني يدرس ظروفهم النفسية وحالتهم، شنو الظروف اللي أصلاً أدت إلى ظهور هالمرض، وممكن يؤدي إلى أمراض أخرى في الجلد، هو مو بس البهاق، في أمراض ثانية إحنا مثل ما قلنا قبل إنها متعلقة بالحالة النفسية. بالنسبة للصغار فعلاً لما نيجي نشتغل عليهم يعني ونبحث حالتهم، نلاقي الخوف والغيرة، تلاقينا مثلا إغار من أخوه الصغير أو أمه أو والده. يعني الخوف لسبب يعني فترة طويلة، ولا يعني خوف فوقات؟ لا طبعا لا، خوف ظروف محيطة في الولد يخاف، لنتطرق مثلا لموضوع اللي هو الشغالة، يخاف من الشغالة، يعني أمه تروح وأبوه يطلعون من البيت أو أمه تشتغل، وهو طول الوقت صغير قبل لا يدخل سن الحضانة يكون موجود عند الشغالة، مسيت له رعب عشان يسكت ينام ما يتحكى. فعلا لما نيجي ندرس الحاله المحيط الظروف المحيطه بالطفل وبالاسره نكتشف ان موضوع الشغاله موضوع مهم، هو ادى الى ظهور هالبقع لان الولد في خوف ورعب، يعني عرفتي؟ نعم. فدخل في حاله نفسيه يعني. دكتوره بهالحاله يعني المصابين بالبهاق شنو العلاج والطرق حق يعني انهم يبعدون عن هالمرض البهاق؟ شوفي، هو اول طريق علاج لاي مرض في العالم، خصوصا الامراض الجلديه، يعني طبعا ثقه المريض بالله سبحانه وتعالى انه حيتشافى. طبعا يعني صار كل الامراض، ما في مرض ما له علاج، اللي هو السرطان المرض المخيف، يعني الحمد لله في له علاج الحمد لله. فهو يؤمن حق الايمان بقدره رب العالمين بالعلاج، وبعدين تكون ثقته بالدكتور اللي تعالج عنده، يعني لازم يثق ان الدكتور يعني حيعطيه شغلات تشفيه، يعني ما ينتقل من دكتور الى اخر، لان علاج البهاق على فكره مو علاج سهل. يعني عشان نكون صرحاء مع الساده المشاهدين، يبي له بال طويل، يعني يبي له حتى لو طلعت بقعه صغيره، انا اعالج البقعه اختفت. مادام في اسباب نفسيه اكيد في علاج نفسي. بالضبط، فحيكون علاج نفسي، حيكون علاج عن طريق دكتور الجلد. نعم. في ناس يلجؤون لقراءه القران، وهي طبعا كلها يعني احنا نؤمن فيها، يقول لك ناس انا بودي ولدي المطوع، اوكي ودي ولدك المطوع انا ما اعترض. بالعكس كلام زين وطيب، بس اهم شيء بعد تعالج كل الاسباب الاخرى، اللي هي الاسباب النفسيه مهمه جدا في علاج البهاق، وايد مهمه. وبعدين العلاجات مختلفه ومتعدده عندنا في العياده. انزين انت قلتي لي بعض العلاجات مش موجوده في الدوحه، اللي هي الطريق الحقن بالابره على اساس يعني احنا ما علاج سريع، يعني مو علاج سريع بس بعد مزعج للمريض، عرفتي؟ لما يصير جسمه كله ما في ماده ميلانين تحميه حيكون صعب انه يتعرض لاشعه الشمس، اي تعرض بسيط لاشعه الشمس حيحترق. نعم دكتوره، يعني في اشخاص وايد عندهم معلومه، بس انا حبيت اني اطرح لك هالسؤال انه يعني نوصل لهم المعلومه صحيحه. هل اذا يعني الشخص خذ روب او لبن بعد ما كل السمك، يعني هل هاي بعد يصيد البهاق؟ لا طبعا، هاي يعني هذه مقوله مالت اول ابهاتنا وامهاتنا، لا تشربون اللبن مع السمك.
ما له علاقة، ما يطلع مرض البهاق يعني. نعم. يمكن يعمل، يمكن يعمل آلام في المعدة أو يعني، أو لا قدر الله يمكن زيادة حموضة الروب واللبن تؤدي إلى متاعب في الجهاز الهضمي، بس ما لها علاقة بالبهاق أبدا. البهاق ما له أي شيء يعني، قلت لك فيروس بكتيريا فطريات، هو الخلل في مادة الميلانين، وهذا الخلل يحدث لأسباب نفسية أو وراثية على فكرة. نعم. هذا الموضوع الوراثي موجود هنا، ومثل ما قلت لك شلون يتم. دكتورة هل في حاجات وقائية يعني ناخذها عشان ما نتسبب الى البهاق، نتسبب حق نفسنا بالبهاق؟ صعب، لان احنا ما ندري شنو السبب اللي يسويه، عرفتي؟ بس الواحد يتوكل على رب العالمين. لو طلعت له بقعه، طبعا في امراض كثيره عندنا في الجلد يشبه ظهورها ظهور البهاق، يعني مثل التينيا او الفطريات المتعدده الالوان، برضه تبتدي اول ظهورها بقع بيضاء صغيرة تكون منتشرة في جزء معين من الجسم أو في أجزاء مختلفة من الجسم. فممكن يعني، بس طبعا بالنسبة للدكتور الجلدية سهل إنه يفرق بينها وبين البهاق. وفي أمراض ثانية يعني، حتى الإكزيما لما في أهالي يبونهم لنا مولعين حمار من الإكزيما، مثلا تعالجت عند طبيب، راحت بعد فترة عند طبيب آخر يكون بدال كل هالأشياء الحمراء اللي طلعت في جسمه بعد ما شفها تطلع بقع بيضة. هني الأم تخاف، تشك إن عندها ولدها بهق وتيب لنا العيادة طبعاً، ونطمنها إنه هو مش بهاق أو بهق. الله يطمن كل الأمهات إن شاء الله، ويعطيك العافية دكتورة على هالمعلومات اللي أثريتينا وأثريتي المشاهدين. أشكركم أنتوا على طرح الموضوع، لأن فعلاً كانت فيه أشياء مختلطة على السادة المشاهدين. العافية دكتورة، وإن شاء الله نشوفك الأسبوع الجاي. مشاهدينا خلونا حين نروح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعم الكفاءات الوطنية، حيث نظم Q&B يوم مهني خاص للقطريين، ومن مقر الوزارة معنا نديب قناة الريان الزميل سعود المعاضيد ليطلعنا عن أجواء هذا اليوم. صباح الخير يا سعود. يا مرحبا يا نيلة ونور، أصبح عليكم بالخير وأصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. اليوم راح نتكلم معاكم عن اليوم المهني المفتوح لبنك قطر الوطني Q&B والخاص بالقطريين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بنتعرف أكثر على تفاصيل هذا اليوم المفتوح، ومعي السيد عبد الله ناصر آل خليفة مدير عام الموارد، مساعد مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك قطر الوطني. في البداية لو تشرح لنا عن هذا اليوم المهني المفتوح والأهداف منه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حبيت أشكر المحطة الريان وكذلك وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمسؤولين القائمين على الوزارة على استضافتهم اليوم لنا في اليوم المهني المفتوح. طبعا الهدف اليوم المهني المفتوح هو جذب أكثر عدد من القطريين اليوم، إن كانوا من خريجين الثانوية أو خريجين الجامعات في البلد أو أصحاب الخبرات. طبعا بيكون التخصصات اليوم لجميع التخصصات، يعني إن كانت في الخدمات المصرفية أو في علوم التكنولوجيا أو في العلاقات العامة والتخصصات الأخرى. فبيكون إن شاء الله يعني هدفنا هو توظيف أكبر عدد ممكن يعني في هذا اليوم إن شاء الله. لو تعرفني وتعرف مشاهدينا الكرام عن عدد المشاركين وحجم الإقبال اللي تتوقعونه حق هذا البرنامج؟ والله أنا أتوقع يكون الإقبال يعني جيد يعني صراحة، وفي البداية اللي قاعد نشوف الأعداد مبشرة، ونتمنى إن شاء الله يعني قبل نهاية اليوم العدد يكون أكبر وأكبر إن شاء الله. وين وصلتم في جهودكم في التقطير وفي مثل ما تقول في البعثات الخارجية أو الداخلية؟ عندنا نسبة التقطير في مجموعة Q&B حاليا وصلنا إلى 50%. عدد مدراء الفروع حاليا عندنا يمثلون نسبة 80% من مدراء الفروع القطريين، وكذلك في الإدارة العليا، يعني الإدارة العليا حاليا وصلت نسبة القطريين فيها في حدود 43%. بالنسبة لسؤالك للطرف الثاني من السؤال، يوجد لدينا برنامج السفير، وهذا البرنامج السفير نرسل الأخوان القطريين إلى فروعنا الخارجية والشركات التابعة لها من سنة إلى سنتين. يعني الموظف ممكن نرسله هناك ويقعد له سنة وسنتين يتدرب هناك ويفيد الفروع الخارجية ويستفيد من وجوده هناك. ولو تعرفنا عن الآليات اللي يستخدمونها
وعن عن التخصصات اللي تبغونها عندكم، هل هي تخصصات مفتوحة أو أنتم حاطين لكم تخصصات معينة؟ لا والله التخصصات مفتوحة مثل ما قلت لك، هي يعني ليس الخدمات المصرفية فقط، ولكن في الإدارة، في الموارد البشرية، في الإدارة العامة، في إدارة التكنولوجيا، في الهندسة، في جميع التخصصات يعني المطلوبين صراحة الشباب القطريين لدينا. الله يوفقكم إن شاء الله في هذا اليوم المهني، ويوفقكم في مشاريعكم الجاية وبرامجكم الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية وأشكركم مرة ثانية على الاستضافة. مشكور. وهذا كل ما عندي، وتعرفنا عليكم، تعرفنا معاكم على تفاصيل اليوم المهني الخاص بكيو ان دي وكيو ان بي والتقطير خاصة. وهذا كل ما عندي، وارجع معاكم الاستديو. يعطيك العافية سعود، وكل الشكر حق ضيفك نور. يعني ناس ما شفنا ان كيو ان بي اتاحت الفرصة يعني مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حق الكادر القطري انهم يروحون يقدرون يعني يقدمون هنا. حلو خصصت يوم مهني للكوادر القطرية، ونتمنى لهم كل التوفيق في اللي مسوينه. ومشاهدينا خلونا نروح فاصل ثاني ونتابع بعده الصباح رباح.